مقطع يدمي القلب لطفلة فلسطينية. يعني خلي نشوف الفيديو وبعدين راح تعرفون أنا شنو أقصد. كيف حالك؟ ليش هيك حامل أخوك؟ انبعثت من فيه. طيب وين مودياها؟ بتروح على عرشتي. وانت مش تعبانة وانت حملاها هيك؟ تعبانة ولا لا؟ تعبانة وين صعب حملها أو مش قادرة. وين رايحة انت هالقيت؟ أنا رايحة منتزه البريج. في المنتزه البريج؟ آه. طب تعال أخذك معايا. يلا اطلع بدي اخذها معايا. بتحبي اختك عشان حملاكي كانت؟ طلع علي. يلا مع السلامة. قلبي على جرح الملائكة النوارس، إني أراهم عائدين من المدارس، باست جبينهم المآذن والكنائس، كتبوا لكم هذا النداء، وطني جريح خلف قضبان الحصار. في كل يوم يسقط العشرات من أطفالنا، إلى متى هذا الدمار؟ جفت ضمائركم وما جفت دموع الأبرياء. بهذا الفيديو المؤلم الموجع، أخت تحمل أختها وهي ما تقوى على حمل دمية، تحملها حتى تروح تعالجها. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم.